جول برايل عرفتها ومرة منه يجي الطموبيل جاي مال اللي عندك الشجر فوق هذا أول مرة هذا مفتوحة بحال الكارثة معرض الدرية معرض واخد ليه تليفون واخد شي واحد مش هذي شي الشركة قانوني قال باش يدير بحال الفاعل هذي تقوى كل السيد في لحمو وكذا خدمتو بزاف سيوفا ضاربينهم في العالم يقولوا هو كاين تاني اهمال ديال الشركة هذيك ما حد القدر ديال الفلوس لازم يخرج صح نقل الاموال يعيطوا لهم يدوه